بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب يكون كل تمام. هنكمل النهاردة سيكشن تو، هنحل فيه شيت 3 وشيت 4. بالنسبة لشيت 3 وشيت 4 أو عموما عن شابتر 2 وشابتر 3، هما بيكملوا شابتر 1. في شابتر 1 احنا خدنا ايه؟ قلنا ازاي لو عندي ازاي اعمل اديشن وسبتراكشن بال ones complement و twos complement و tens complement، وازاي لو عندي function اعمل لها truth table، اعمل لها ايه truth table. في شابتر 2 يبقى العكس، ازاي لو عندي truth table اجيب منه function، وبعد ما اجيب الفانكشن دي ازاي اعمل لها سيمبليفاي، وهناخد طريقتين سواء بوليان الجبرا اللي خدناها الترم اللي فات السكشن اللي فات، النهارده هناخد برضه طريقه تانية الكي ماب. بس الجزء الاول هنا الشيت 3 بيتكلم ازاي احول تروس تيبل لفانكشن. عشان احول تروس تيبل لفانكشن عندي طريقتين. الطريقه الاولى بسميها sum of min term، وطريقة تانية بسميها product of max term. sum of min term هو بيبريزنت ال ones، وهنا بيبريزنت ال zeros، هنا بنطلع بالرمز sum وهنا بالرمز y. يعني ايه بيبريزنت ال ones؟ يعني كل ترم لو عوضت فيه بالقيمة اللي قصاده في truth table هيديني ones، فعشان كده بيبقى بينهم علامة summation، بحيث لو في ترم واحد فيهم بوان وان اورينج اي حاجه بوان، وفي نفس القصه برودكت اوف ماكس تير، ده ماكس تير ده مين تير، ماكس تير بريزنت الزيروز، عشان كده بيبقى بينهم اند، بحيث لو تيرم واحد فيهم بزيرو زيرو اندنج اي حاجه بزيرو. برضه عشان اقول على حاجه تيرم عموما لازم يبقى عنده كونديشن. ايه هو الكونديشن ده؟ إن H term has to H term has to have all variables، لازم كل term يكون في كل ال variables. مثلا عندي هنا X و Y و Z، لازم كل term يبقى في X و Y و Z، X و Y Z داش x داي y y z. لو حرف ناقص ما اقدرش اقول عليه sum of min term. هنا نفس القصه في الماكس تيرم، لازم كل تيرم يبقى فيه كل الكاركتر. هنا بيبقى الشكل a plus b plus c، مثلا a dash plus b plus c dash a plus b dash plus c dash مثلا. لو ناقص كاركتر من دولت ما اقدرش اقول عليه min term او max term. طب لو كان ناقص هنسميه ايه؟ هنسميه هيبقى عندي حاجة تانية. لو مثلا كان عندي x و y plus x z، في الحالة دي ده اسمه sum of min term، اللي هنا ناقصه z و z داش وهنا ناقصه y و y داش، في الحالة دي بسميه sum of product. في نفس القصة لو كان عندي a plus b مثلا وهنا a plus c، ده مش اسمه max term، اسمه product of the sum. يبقى تاني عشان أقول على حاجة min term أو max term، لازم يبقى عندي كل الفاريابل ظهراري في كل ترم. لو ناقص هيبقى الام اسمه sum of product او product of sum. برضو ملحوظة تانية، مثلا عندي تيبل كده ادي x y 0 0 0 1 1 0 1 1، وكان مثلا الاول بتاعي 0 1 1 0، ازاي اطلع منه المين تيرم والماكس تيرم؟ بالنسبه للمين تيرم هيبقى عندي مين؟ ابص على الونس، هيبقى عندي اف بتساوي اكس داش واي بلس اكس واي داش. بالنسبه للماكس تيرم ابص على الزيروس، هيبقى عندي اكس بلس واي اندنج مع x داش بلس y داش.
عاوز اقول حاجة هنا، ان المين تيرم مش عكس الماكس تيرم. الفانكشن دي اف دي بتساوي الاف دي، الاتنين مش كومبلمنت لبعض او مش بعكس بعض. الفرق كله دي ريبريزنتيشن مختلف. هنا لو انا عوضت باي قيمة من القيم دي في الاف دي هديني نفس الاوتبوت ده، ولو عوضت بكل القيم دي في الفانكشن دي هيديني نفس الاوتبوت ده. فالاتنين مش عكس بعض، هي بس اختلاف ريبريزنتيشن. هنا ببريزنت الوانز بس، فلو عوضت باي قيم بتاعت الوانز هيديني وانز، لكن لو عوضت بقيم الزيرو بدي او بدي هنا هيديني زيروز. تعالوا نشوف مثلا هنا اكس داش واي عوضت بيه هيبقى 1 0، وهنا هيبقى 0 1، هيبقى 0 اورنج 0 ب 0. لكن عوضت ب 0 1 اللي هو 1 هيديني 1 1 اورنج، طبعا 1 اورنج اي حاجه فهيديني 1 على طول. فالفكره اللي عاوز اوصل لها هنا ان الاتنين حاجه واحده مش عكس بعض، هي بس representation مختلف، عشان ده في conflict كبير عند ناس كتير. طيب بيجي لنا السؤال اللي عليه ازاي؟ تعال نشوف مثلا اول سؤال بيقول لك express the following function as sum of min term ومره product of max term. طالما قال لي min term وقال لي max term يبقى قصده ايه؟ قصده اشوف ايه ال variable اللي ناقص واكمله بس كده. فانا عندي هنا ايه كام variable؟ عندي a b c d b داش d a داش d اورنج b d. فهنا b داش d ناقصها مين؟ ناقصها a و c، ناقصها مين؟ كاركتر a وكاركتر c، هنا ناقصه b و c، وهنا ناقصه مين؟ a و c برضه. فهنا هيبقى عندي هجيب الأربع احتمالات بتاعت التو variable دولت. يعني مثال مثلا قبل ما نرجع لدي، تعالوا نشوف عندي مثال هنا. مثلا عندي اكس واي بلس اكس زد والتلاتة فاريبل بتوع اكس واي زد، فده ناقصه مين؟ زد او زد داش. يبقى عندي اكس واي زد بلس اكس واي زد داش، ده ناقصه مين؟ واي او واي داش. يبقى اكس واي زد بلس اكس واي داش زد. اشوف في حاجة مكررة، اه ده متكرر، يبقى بس ايه ده الريزلت في الاخر. فكل اللي عملته ايه؟ بس زودت الفاريبل الايه الناقص. نفس القصة هنا، هنا ناقص، هنا ناقص A و C، هنا ناقص B و C، هنا ناقص A و C. فهنا هيطلع لي أربع variable اللي هما مين؟ A C، A داش C، A C داش، A داش C داش، الأربع احتمالات بتوع التو variable دول. فهنا هيطلع لي 12 ترم، أشوف إيه الترم الترمز الزيادة وأشيلها. طب في طريقة مختصرة ممكن أحل بيها، تعال نشوف ده لو حبيت أعمله simplify عادي. اللي اخده هنا كومن، ادي عندي هنا ممكن اخد ده وده اخد منه دي مشترك، فيبقى عندي بي داش بلس بي بلس اي داش دي، ويبقى عندي اتش دي اي داش دي ودي اخد الدي مشترك بقى اي داش بلس واحد هيساوي دي. دلوقتي بقى عندي الدي هي اللي ايه ناقصها مين؟ ناقصها اي وبي وسي، يعني كام احتمال؟ 2 اس 3 يعني 8 احتمالات. فهنحل المسألة ازاي؟ تعال نحلها مرة sum of min term ومرة product of max term. يبقى تعالوا بقى نحل، يلا مرة sum of min term ومرة product of max term. كأنك بتعمل truth table عادي خالص، اللي هو لو عنده 4 اصفار 4 وحايد truth table 3 variable، بس المرة دي بدل ما اكتبه 0 1 هكتبهم as a character. فعندي هنا A A A A A داش A داش A داش A داش. بعدين عندي B B B داش B داش B B B داش B داش. بعدين عندي C C داش C C داش C C داش C C داش. وانا اشوف ايه الفاريبل اللي ناقص عندي. عندي هو بس مين؟ الدي. احط هنا دي 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 وبينهم في الاخر بينهم ايه بس، عشان هما صم في منتر. ده كأنك كتبتهم في سطر واحد، ممكن ترجع تكتبهم كلهم جنب بعض، تكتب الترم ده جنب الترم ده جنب الترم ده، ولو سبتها كده برضه صح.
نفس القصة في البرودكت اوف ماكس تير، عندي ناقص مين؟ الدي ناقصه كام فاريبل؟ ناقصه 3 فاريبل. A و B و C الاحتمالات بتوعه A. A و A داش و A داش A داش A داش، وعندي هنا B داش. ايه تاني؟ B داش. بعدين C داش. وبعدين في الآخر ايه؟ D. بس هنا بقى الشكل عامل ازاي؟ حاجات مضروبة في بعض، بينهم ايه؟ بينهم AND. دوت 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 دوت، وبينهم ايه بقى هنا؟ بص، بس كده يبقى كل عملناه ايه؟ شوفنا ايه الفاريبل اللي ناقص، الكاركتر اللي ناقص، وكملنا. ده لو قال لي عاوز ايه، مين تيرم او ايه او ماكس تيرم. لو قال لي عاوز مين تيرم بكتبهم جنب بعض وبينهم بلس، لو قال لي عاوز ماكس تيرم بكتبهم بينهم بلس وبينهم ايه، بين كل تيرم ايه دوت. تعالوا نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول لك اكسبريس ذا كومبلمنت اوف ذا فولوينج فانكشن ان سام اوف مين تيرم. هو عاوز مين هنا؟ بيقول لي ان اف باي دي يعني ايه؟ يعني عند اف، عند 3 و5 و7 اف بزيرو. فهو بقى عاوز مين؟ عاوز اف داش يعني عند 3 و5 و7 و1، والباقي كله البوزيشن الاندكس التانية بكام؟ بزيرو. يبقى هو عاوز اف داش، عاوزها في اني فورمات؟ سام اوف مين تيرم يعني الباي. طالما قال لي باي يعني ببص على مين؟ عند الواتس. اف داش وانز عند مين؟ عندي 3 و5 وإيه و7، تمام. قال لي اف داش، لكن لو كان قال لي عاوز اف بس كان هيبقى عند اف اللي هي اف بس، يبقى هبص على مين؟ عند 3 و5 و7 بزيروز. يبقى الوانز عندي مين؟ عندي 0 و1 و2 و4 و6. فنلاحظ التركية هنا قال لي كومبلمنت. لو كان قال لي اف بس كنت هشوف ايه الاندكس اللي باقيه واكتبه، لكن هنا قال لي كومبلمنت فهنلاقي ايه؟ هتنزل زي ما هي. ليه هتنزل زي ما هي؟ لان لما اجي اعمل كومبلمنت عند 3 و5 و7 هتبقى بايه؟ بوانز برضه. طالما قال لي سام اوف مين تيرم يعني باخد التيرمز اللي بايه؟ اللي بوانز. ودي تريكه مشهوره. تعال اخر جزء، تعال جزء برضه مهم في شيت 3. ازاي اعمل كونفرت من sum of product of row of the sum؟ يبقى تاني نرجع ونقول طالما قال لي مين ترم وماكس ترم يبقى قصده ايه؟ قصده اشوف ال variable اللي ناقص واكمله. لكن لو قال لي sum of product او product of the sum يعني بغير الفورمات بس، بغير شكلهم سواء كانوا مضروبين اضربهم في بعض او فكهم. تعالوا نشوف مثال. هنا بيقول لي convert الترم ده لايه؟ sum of ايه؟ product of product of the sum. تعالوا نقول sum of product، كل اللي هعمله ايه؟ هفك القوسين في بعض، يو اكس بعدين يو في يو داش في بزيرو فمش هكتبه، بعدين اكس دبليو في اكس باكس دبليو بلس اكس دبليو في يو داش في اكس دبليو يو داش في، وبس كده. كده بقى صنع برودكت، كل اللي عملته ايه؟ فضربت القوسين في ايه؟ في بعض. طب لو قال لي برودكت اوف ذا صم بعمل ايه؟ الديستريبيوشن لو. لو فاكرين قانون الديستريبيوشن بوزع يو بلس اكس ويو مع الواي مع الدبليو، وهنا اكس مع يو داش واكس مع الفي. مش هعمل اكتر من كده. طب واحد يسألني يقول لي يا باشمهندس هو الشكل ده مش يعتبر برودكت اوف ذا صم؟ لا الشكل ده سوري، يقول لي الشكل ده يا باشمهندس الشكل ده مش هي حاجتين مضروبين في بعض؟ يعني ده
يبقى حاجتين مضروبين في بعض واللي جوه مجموع. لا ده مش برودكت اوف ذا سم. عشان اقول على حاجه برودكت اوف ذا سم او سم اوف برودكت او سم اوف مين تير او برودكت اوف ماكس تير، في شرط عندي. ايه الشرط ده؟ ان انا لو رسمت الدايجرام بتاعهم السيركت بتاعتهم لازم ارسمهم في تو ليفل. لو حبيت ارسم ده ارسمه ازاي؟ اكس دبليو داخل مع اليو، بعدين الاتنين داخلين على الاور، الناحية التانية ادي يو داش في داخلين مع الاكس، وبعدين داخلين اور، وبعدين الاتنين داخلين على ايه يعني. كده رسمتهم في كام ليفل؟ 1 2 3، في 3 ليفل. لو رسمتهم في 3 ليفل او اكتر ده ما بنسموهوش ايه، ما اقدرش اقول عليه اي حاجه من اي حاجه من الفورمات ده. عشان اقول حاجه برودكت اوف ذا سام او سام برودكت او سام اوف مين تيرم او برودكت ماكس تيرم لازم ارسمهم في 2 ليفل. ده بعمل سيمبليفيكيشن اكتر للديزاين. فتعالوا نرسم اي حاجه من الحاجات دي. هنرسمها ازاي؟ هيبقى and and and، وفي الاخر كلهم داخلين على ايه؟ داخلين على فرسمتهم في 2 ليفل. لو رسمتهم في اكتر من 2 ليفل هتبقى لما تيجي تعملها امبلمنتيشن على البريد بورد هيبقى الموضوع اصعب واصعب. فعشان كده ده السبب الحقيقي اللي خلانا نعمل. واحد يقول لي طب احنا عاملين نعمل برو اوف ذا سام وسو برودكت سو مين تيرم برو اوف ماكس تيرم، ايه لازمه القصه دي كلها؟ هي دي الفايده منها. ده انا بدل ما ارسم الفانكشن بتاعتي في اكتر من ليفل 4 ليفل او 5 ليفل، لا ده هرسمهم بس في ايه 2 ليفل، بينهم اند واخرهم اور، او بينهم اور او مدخلهم على اور وفي الاخر بينهم اند. فلما تيجي تعمل امبلمنتيشن وديزاين للسيركت بتاعتك بتبقى العمليه ابسط واسهل. يبقى تاني، يبقى نراجع كده بسرعه كل اللي قلناه. يبقى قلنا ان عشان اقول على حاجه من تيرم وماكس تيرم لازم كل فاريبل كل ترم يبقى فيه ايه، فيه كل الفاريبل بتاعتي ما يبقاش فيهم حاجه ناقصه. وقلنا سام اوف مين ترم بريزنت الوانز والماكس تيرم بريزنت الزيرو، والاثنين مش عكس بعض، ده الاثنين حاجه واحده بس ده ليه فروق. ده بيبريزنت الوانز وده بيبريزنت الزيرو، لكن هما مش عكس بعض. لو كانوا ناقصين فاريبلز فده بنسميه سام اوف برودكت او برودكت سام. لو جه سالني قال لي ازاي احول، لو جه في السؤال قال لي حول مين ترم او ماكس ترم، بشوف ايه الفاريبل اللي ناقص واكمله. لو كان قال لي مين تيرم يبقى بالفورمات ده، لو قال لي بالماكس تيرم يبقى بالفورمات ده. لو قال لي عاوز بقى سم اوف برودكت او ذا سم لازم احوله لحاجات مضروبه مجموعه في بعض لسم اوف برودكت. بعملها ازاي؟ بضرب القوسين وافك، بضرب القوسين وافك القوسين ضرب عادي. لكن قال له برودكت اوف ذا سم بطبق قانون التوزيع ان هي واي اخدها مع الاكس، ويو قصدي يو اخدها مع الاكس، ويو اخدها مع الدبليو، هنا اكس اخدها مع يو داش، واكس اخدها مع الفي. وقلنا عشان اقول ايه لازمه القصه بقى والحوار اللي احنا عاملين نرغيه ده من الصبح لكل القصه، انا عاوز اعمل سمبليفيكيشن للامبلمنتيشن بتاعي للديزاين بتاعي. بدل ما ارسمها في اكتر من ليفل هرسمها بس في ايه، في 2 ليفل. اخر حاجه طبعا ما قلتهاش في السكشن بس عشان كذا حد سالنا عليها، ازاي حل المساله دي. قبل ما نحلها فاكرين قانون الديستريبيوشن تاني؟ قلنا ده أهم. لو عندي إكس مثلا واي وزد فبنعمل إيه؟ بنوزع إكس مع الواي وإكس مع زد، فهيبقى عامل إزاي؟ إكس بلس واي إكس بلس زد، تمام؟ طيب افرض كان عندي دبليو واي بلس واي زد، هوزع الدبليو مع الواي والدبليو مع الزد، هيبقى دبليو بلس واي دبليو بلس زد، واي مع زي واي مع الواي، واي مع الاي، واي بلس واي، واي مع الاي مع الزد. قانون ثابت. تعالى هنا نفس القصة، تعالى ممكن نشوف ايه اللي ممكن ناخده مختصر. الأول اخد اي داش بي بلس سي داش بلس اي بي سي، بقى عندي تو تير زي ما كان عندي هنا، هبدأ أوزع كل واحد مع التاني. اخد اي داش بلس A، A داش بلس B، A داش بلس C، بعدين هاخد ده مع كل واحد من ده، B بلس C داش بلس A، B بلس C داش بلس B،
بعدين بي بلس سي داش بلس سي. طبعا سي بلس سي داش ب1 فيبقى ده بواحد وده بواحد، يبقى معايا اي داش بلس بي اي داش بلس سي اي بلس بي بلس سي داش بي بلس بي بي بلس سي داش. لو في حاجة مكررة بنشيلها، لو مفيش خالص ويبقى هو ده ايه شيت 3. نخش بقى على ايه، على شيت 4.